Welcome to the Daily Reminder Network. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mu'izz Bukhari recording Surah Al-Ghashiyah for the Daily Reminder Network. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نهرا حاميا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Donate now. Go to www.thedailyreminder.org/donate and stay updated by joining our network's social links.